صباح الخير. لنا عادة نحن أبو حمود لما يتحدث زميل في الأول أو زميلان أو ثلاثة لا نعيد ما قاله ونكتفي بضم صوتنا إلى صوته في الترحيب بكل حاضرين من تونس ومن إخواننا وأصدقائنا في الخارج. لما طلب مني أن أحضر هذه الجلسة وحددت لي 10 دقائق لأتكلم في الديمقراطية شعرت بنفسي كالفنان بعد أن أدى دوره طلب منه الجمهور أن يعيد، فأعاد أول مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة، فنهض أحد الحاضرين فتوجه هو بسؤال إلى الحضور: كم من مرة تريدونني أن أعيد؟ فنهض أحد الحاضرين قال: نريدك أن تعيد حتى يكون الأداء جيدا. وأنا متأكد أنكم لن تطلبوا مني الإعادة، لا لأن الأداء سيكون جيدا لكن لضيق الوقت. الديمقراطية، قال العام واحد جنرال بالباص في الجرام، لكن أول ملاحظة، مش نعبر عن الملاحظات، أول ملاحظة هي ما لا يوجد إعلان عالمي للديمقراطية. ثم إعلان عالمي لحقوق الإنسان، ثم مواثيق، لا يوجد إعلان عالمي لحقوق الإنسان، أي لا يوجد نموذج يمكن الأشخاص والحكومات والدول أن تتبعه وتقول هكذا. هناك مبادئ عامة، هناك ممارسات، والأجيال والبشرية اخترعت الديمقراطية، مش احنا خلقناها، يعني قالوها لنا جدودنا، واللي حتى مش جدودنا الجريك تعلمنا في كتبه. لكن اليوم بالنسبة لنا احنا الديمقراطية ما ثماش مثال واحد، وتلقاو ديمقراطية اشتراكية، ديمقراطية ليبرالية، ديمقراطية دينية، لأن ديانة الكل هما ديمقراطيين، وكل حد حب يفرض هذا النوع نتاع الديمقراطية. لكن الديمقراطية اللي هي توحد بين البشر الكل باختلاف أديانهم بدأت بعد الحرب العالمية الثانية في التطبيق، بعد نشأة الأمم المتحدة، بعد الولادة على الحرب العالمية الثانية، ابتدأت الدول بعد فشل عصبة الأمم قبلها، وقاموا تركيز البلدان المستقلة وقتها، والإعلان، الإعلان باش يبدأ متاع ميثاق الأمم المتحدة، نو بوبل دي ناسيونز أوني، نحن شعوب، لكن في الممارسة حتى الماضي القريب هي ممارسات دول، هي هيئة الأمم المتحدة هيئة دول، يعني تقول هيئة دول فيه تنازلات، فيه نصوت لك وما هيش ومش باش تصبح كما جاء في الإعلان الأولاني نو بوبل دي ناسيونز أوني، نو إطار دي ناسيونز أوني، تو الإمضاءات تقع هكا. لكن زاد حاجة بعد حرب الفكرة لإصدار إعلان عالمي لحقوق الإنسان. بعد الحرب تكونت لجنة هيئة، وذيك مش تربطها بالهيئة بتاعتنا اللي أنا نغرسها، لجنة فرنسية التكوين لكن أممية الدفع. يرأسها البروفيسور روني كاسان. وطلبوا منه إعلان مشروع، صياغة مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت في باريس، باليسيو، لأن كانت الاجتماعات في باريس مش في نيويورك، في عام 48 10 ديسمبر 48 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمنظومة هذيك جات باش تقول هذا ما وصل إليه الفكر البشري ليوحد بين البشر، وهو احترام حقوق الإنسان. هاي حقوق الإنسان وباحترامها، ما هوش يعني فكري خم، هو احترام الذات البشرية. وسويت بين البشر الكل، الفصل الأول، كل ناس يولدون أحرارا
ومتساوين في الحقوق في الكرامة في الحقوق والكرامة les droits et la dignité. وهذا مربط الفرس في الديمقراطية. الديمقراطية هو نظام سياسي وزملاء يتكلموا قبل زي كنا قدام الناس يعرفوا خير منه ناس يفكرهم في المبادئ واحد زي لكن هو أولا ممارسة وإيمان ويدور كل محوره في احترام الإنسان في كل حقوقه الكاملة وعدم القيام بأي عمل اللي يتسبب له في معاناة البشر هذا معاناة معنى تمام أولا هو يتولد الإنسان أول هاجس بتاعه يبقى عايش لبس عليه بدون أمراض في بحبوحة من العيش كذا أي قرار تأخذ السلطة في ضد الاتزان يكون هذا خرق من حق الحياة حق التنقل بحرية حق اختيار مكانه حق اختيار قرينه ثم قالت هذه منظومة حقوق الإنسان لعنى العالم الحسان نعم فما ثلاثة ديانات سماوية لو ثم مليارات ما عندهم ديانة سماوية ولكن اللي يجمع بما هكذا منظومة حقوق الإنسان كاملة في احترامها يلزم في الديمقراطية هي مبادئ ذكروها وتعرفوها لكن احترام المبادئ هذه هو داخل في خانة احترام حقوق الإنسان لما أنت عندك أمضيت على اتفاقية مناهضة التعذيب ما لا بد لا يمكن أن الدولة والسلطة يعني تسمح أو تتهاون على خرق حق يعني الحرمة الجسدية حق في الحياة الاختيار من يسوس الانتخابات التعذيب يعني هذا داخل في هذه هي لكن في نعرف في الخمسين هي إيمان تربية مستد يعني ديما ثم ايش ما تقفش والمبادئ اللي موجودة راهو كلام الله يرحمه ورقيبة قال 70 تلحق الدين موجودة واحنا تو في فترة ونسبوع والله قبل الخير لا مش قبل الخير اللي احنا نعنوه فيه بزيب لك قبل الخير لكن احنا يلزمنا نتعظوا باللي صار وقدم فماش رجوع إلى الوراء وفي الأمور هذه في الديمقراطية سيدي فما ممارسات فما أغلبية فما انتخابات نزيهة قالوا علمان والسلطة هذه راهي دائما اللي في السلطة مهما كان ما نسميش يجيش من بقعة أخرى ومن من السبع سماوات ما قدر الله كيف عنده شوية حكم شوية نفوذ يحب يفوت مولاده نحطه لقارد فوق نحطه لليميت و خاصة الربي وراهو رياني تكيف مش يخصنا عنا الدستور خلق هذا في التطبيق كيفاش واحنا تو بدينا كنا قبل عملنا لكن اللي عملناه قبل هو ربينا وتونس قررت أجيال وأجيال باش احنا نكونوا فخورين وعنا الحق وما سبقنا حد في الوحدات يعني احنا مشينا على خطانا لكن الرجوع الى الوراء مش باهي وفي اللي زكي والكل راهو تتفكروا كومباريزون اي باريزون الثوره الفرنسيه خاطر قريناها اكثر من الاخرى سينو لي زونفون دو موناج قراوا هذيك اكثر منكم انتم الثوره الفرنسويه امي ان سيكل بور ريتابلير لا دوزيام ريبوبليك ان سيكل والدماء ولا جيوتين خدمت وعملت اللي عملت احنا الحمد لله حسب رايانا متواضع برشا ربحنا حاسين الثوره حرية التعبير وما عادش نحينا حتى خاطر ما عادش خفنا في الوقت اللي يجي انسان ما عادش يخاف يولي يخاف السلطه المتسلطه ما تنجم تنحي له الا حياته خرجوا في القصرين وخرجوا في بلاد في تونس وخرجوا الديكتاتوري هذيك هي الثوره اللي صارت وقت اللي الانسان ينزع عليه الخوف ما عادش يعمل حتى حد هو هذيك هو ده. واحنا نقفوا على ريلاتيفيزي اسمه اوغست كونت Le philosophe positiviste parle en inaugurant la chaire de philosophie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout est relatif, c'est la seule chose d'absolue.